أعزائي الحضور، رفعت الراية واندفعت على بركة الأجياد وأفراس الثلاث سنوات التي لم تربح، التي تسعى لتحقيق انتصارها الأول. الاندفاع يبدأ مع كفيت وأيضا هافلنجر في المرتبة الثانية في هذا الشوط على مسافة 1650 متر، وكفيت وهافلنجر وأيضا محاولات مسند العز للتقدم، كذلك كبيرهم وأيضا محاولات من بقية الأسماء المشاركة في هذا الصراع. فيما كفيت بطول في الصدارة، كبيرهم يأتي للمرتبة الثانية ما أيضا اضطرا للبحث عن مركز متقدم، كذلك متنمر وأيضا هافلنجر في المرتبة الثالثة ما مسند العز الذي يأتي المركز الثالث. فيما كفيت في الصدارة، كبيرهم في المركز الثاني، ومن يأتي مشاهدين الكرام يسيطر ربما يأتي، والصدارة لازالت لكفيت، كبيرهم محاولات التقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام، مسند العز كبيرهم، كفيت لازال في الصدارة بطول كامل، متنمر يبدأ التنمر الآن مع 400 متر الفاصلة، متنمر يتقدم للصدارة، ينتزع المركز الأول من كفيت ويبتعد بالصدارة، والمركز الأول بعيد بعيد بعيد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. إذن حضور مميز لمتنمر، هذا ما فعله مستوى ونتيجة. المرتبة الثانية تذهب لمن مشاهدينا الكرام؟ لفواج وأيضا أنوش، أنوش يأتي في المركز الثاني.